يلي يقول طب ما يقول خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ايه يا اخواني البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، يعني انتوا برضو اهل وحبايب. رواق اللي كبرهم جالي وقف قصادي وباش، اللي رخيص بيطبل للي بيقبض كاش. ايه يا جدعان ده الكلام المسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ اللي نكشنا ولما حضرنا هرب وما جاش. كلم الحاج. بتقول في اي كلام ومالوش معنى. كلم الحاج. هري كتير على الفاضي صدعنا. يا كلام الحاج يا تقوم ده مرمطك. بتصدر ثقة سلبية ما تنفعنا. احب النفاق ثقة في الله، هعمل اعمال خيرية عشان اسد الافواه. لا 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 يا جماعة بقى كده، عارفين المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض. ايه ده اعراض؟ طب وعلي برجة كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. انا جوه الملعب خط الهجوم بوم 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 بوم، مش شايفك انا اعمل لك زوم بوم 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 بوم. شفتني شفتني. انا على القمه وانت بتضرب بوم 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 بوم، انا في مدينتكو عملت البوم بوم 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 بوم. شايف الصياعه؟ اه ادي بقى الناس المنحرفه الكمبل. يا رب يا ابني ابقى كمبل زيهم كده.